All I got is so bad, man. Broke my broken will and I can't go again. هلا والله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ طيبين؟ بخير؟ مبسوطين؟ رجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع Red Dead Redemption 2 زي اللهب. طبعا في هذا المقطع زي ما شفتوا في العنوان، لو ساعتها ذول المجرمين راح يدلونك على مكان كنز سري، وأيضا راح نمر على مجموعة من الأشخاص اللي لو ساعدتهم راح يعلمونك على مكان يعني فيه له أشياء قيمة. فيلا نخش في المقطع. طيب، زي ما تعرفون إنه في Red Dead Redemption 2 في منطقة اسمها منطقة المستنقعات أو السوامبس. طبعا في المستنقعات راح تنتشر العديد من البيوت الصغيرة اللي نوعا ما لما تجيها تحصلها مهجورة، وأحد هذه البيوت مشهور عند اللاعب ويطلق على اسم البيت المشهور هذا، هو كروداد ويلي. طبعا هذا البيت لما تخشه راح تحصل فيه له مجموعة من الأغراض القيمة من ناحية مشروبات ومجوهرات وطعام ورصاص وأسلحة وغيرها من الأشياء. يعني تخش هذا البيت راح تطلع منه بأشياء قيمة. لكن الشيء المميز عن هذا البيت إنه أحيانا تصير فيه له أشياء غريبة وتصير فيه له إيفنتات سيرفر. على سبيل المثال، في أحد الأحيان لما تمر بالقرب من هذا البيت راح تحصل سجناء ينادونك، ولما تقرب منهم راح يدور حوار بينكم. تعالوا نسمع سويا. Oh, thank God. I sure appreciate that, mister. Listen, there's a stash of money hidden beneath some rocks, across from the train tracks en route, across from the water tower. It's all yours. Now I'm gonna get out of here. طبعا زي ما سمعتوا، هذول سجناء هربوا في أثناء توصيلهم للسجن وجاءوا لبيت كروداد ويلي بحثا عن الطعام، لكن طلع لهم راعي البيت وداهمهم وطعن صديقه زي ما تشوفون، وعلى حسب ما قلنا وهو قدر يهرب من راعي البيت ويزبن هنا. لكن مشكلته انه مقيد بسلاسل مع خويه زي ما تشوفون. طبعا راح يطلب منك انك تساعده، ولما تساعده وتحرره من الاغلال راح يقول لك على مكان كنز بالقرب من مدينة رودز ومتواجد بين ثلاثة احجار معينة. وفعلا وعلى حسب وصفه، ولما توصل للمكان راح تحصل ثلاثة احجار بجنب بعضها البعض، وتحت هذه الاحجار راح تحصل سبيكة ذهبية مخبى في المكان. وزي ما تعرفون السبيكة الذهبية الوحدة راح تنباع $500 عند الفنس. طيب، على طاري بيت كروداد ويلي، احيانا وانت تمشي حول مدينة رودز راح تحصل شخص يستنجد بيك ويطلب المساعدة منك. تعالوا نشوف سويا. I got away, but they got my wife. Please, mister. We gotta do something. All right. Where is she? She's sacked out in the swamp by the water. Okay. Go on. See if you can find the law. I'll do what I can. طبعا زي ما شفتوا طلب منك انك تنقذ زوجته في بيتهم. طبعا آرثر مورغان راح يقبل على طول، والشيء الغريب انه لما تروح لبيتهم راح تلاحظ انه بيت كروداد ويلي نفسه، ولما تروح عشان تنقذ زوجته هذا اللي راح يصير. Like that. No!
sorry no. I weren't here sooner. Oh, thank the Lord you showed up when you did. You saved my honor. Christ, what a mess. Would you please get them out of here? I can't stand to touch them, and I don't want them rotting indoors. طبعا زي ما شفتوا كانت عصابة أنثوني فورمين أو عصابة الفورمينز وكانوا يهددون هذه الامرأة إنهم يقتلونها ويغتصبونها وإلى آخره. طبعا آرثر مورغان ما تردد في مساعدتها وفعلا ساعدها، لكن بعد ما ساعدها طلبت من آرثر مورغان إنه يتخلص من الجثث، وفعلا آرثر مورغان ساعدها في ذلك. It ain't enough, but please take it. Oh, thank you again. You my guardian angel. Appreciate it. طبعا زي ما شفتوا اعطتك مبلغ جيد جدا، تقريبا 50 دولار، على شيء يعني بسيط جدا. طيب خلونا نرتب الامور على بعضها البعض. السجين أول قال إنه راعي البيت قتل خويه، والآن اكتشفنا إنه هذه الإمرأة وزوجها هم راعيين البيت، فهل فعلا الإمرأة وزوجها قتلوا السجين هذا؟ طبعا الاحتمال موجود، يعني لو تحط نفسك مكانهم، شخصين هاربين من السجن حصلتهم وسط بيتك، إيش ردة فعلك غالبا؟ غالبا غالبا يعني راح تهاجمهم، وممكن يعني راح تقتلهم لو اشتد يعني النقاش واشتد القتال. I know this doesn't look good, but I swear I didn't do nothing wrong. You can't stay out of trouble, can you? Just shoot the shackles. One bullet, that's all. All right. God, second time's yes. the charm. I can't believe it. Oh, I thought they were never coming off this time. Listen, buddy, I ain't got a red cent for you, and I feel terrible. But I did overhear something of interest. A fellow on the chain line jawed on about this little homestead owned by some lonely drunk. Yeah, it keeps a lot of money stacked away. Dead south of Rhodes, on the river. طبعا زي ما شفتوا داهمنا هارب من السجن وكان يعني ينادي وينادي، ولما قابلناه قال يا زميلي أبغاك تساعدني، أنا رجولي مربوطة بالأغلال أو إني مكلبش، لأني هارب من السجن. طبعا لما تساعده وتخلصه من الأغلال يقول لك ترى أنا والله ما عندي فلوس، لكن أنا عندي لك مكان في له فلوس مخبية وراح تحصل في هذا البيت مبلغ جيد جدا. ولما تروح المكان راح يكون بيت عائلة الكاتفيش جاكسون اللي تكلمنا عنهم سابقا. طبعا لما توصل للبيت راح تحصل الأب سكران وحالة حالة، والابن يجادل ابنه. تعالوا نسمع سويا. We ain't had food in the keep for weeks. Well, you ain't a babe in the crib no more. You full grown now, boy. Start pulling in your pieces. You'd only gamble or piss it away if I did. Damn maggot. Who the hell you think you talking to? You need to learn some respect. This is why Ma left. Look what happened to you. Pa, there's someone in the house. Nate. Go to your room. Yes, Pa. Get on out of here. Get on out, you hear me? Whoa there, partner. Just take it easy. Get the hell out of my house. Now! Get up! No, no. Please. Pa! No. Please, don't kill me. Take whatever you want. Just leave. Tell me where you keep the money or I swear I'll kill you right there. The chimney. It's in the chimney. Just please don't hurt me.
طبعا زي ما شفتوا اضطرينا اننا نستجوب الولد عشان نعرف مكان الفلوس وين مخبية. يعني فعلا الهارب كان صادق في حديث وكلامه. طيب شاركونا في خانة التعليقات اراءكم عن هذا المقطع، وايضا شاركونا لو انتوا كنتوا مكان الزوج وامرأته، حصلتوا واحد سارق في المنزل، كيف راح تتعاملون معاهم؟ طيب بكذا وصلنا معاكم لنهاية المقطع، لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة، حطوا لايك ليجيكم هدى الان يدمر لكم الجبهة. يلا سلام عليكم.